سمعنا منه ماي واي اند ذس واز هيز واي. هو صاحب اداء مبدع وحضور دافئ ومميز بيترك اثره بنفوس الجمهور يلي بيتفاعل معه بشكل كتير كبير. ذاع صيته بلبنان والدول العربيه وعلى مستوى عالمي. ضيفنا عشق الموسيقى من طفولته ومن شده ولعه فيها تخصص بالمجال الموسيقي. بداية كان العزف على الجيتار لينتقل بعدها للعزف على آلة الساكسوفون. توني بطرس، أهلا وسهلا فيك بعيون بيروت. مرسي، وبشكرك على المقدمة الحلوة كمان. أهلا وسهلا فيك، ونحن منشكرك على هالمقطوعة اللي سمعناها منك. بتعرف الساكسوفون، ما بعرف ليش بلبنان توني أخدين فكرة عن هالآلة أنه هي آلة للرجال فقط وقليل النساء يلي بيعزفوا على آلة الساكسوفون. هل هي آلة صعبة تعتبر؟ لا، هلأ المبدأ أنه للرجال فقط مش مزبوطة، لأنه هلأ عم نشوف نحن عالميا في كتير بنات وعلى مستوى عالي. هلأ بلبنان عم نبلش نشوف ظاهرة البنات. صحيح. إن شاء الله يكون في مستوى عالي كمان، بس هي مش قصة بدها قوة، هي فيها تكنيك معين ليشتغل الواحد عليها. يعني في ولد صغير يدق عليها، يعني مش انه يعني ما بدها قصة جتة او قصة رجال او قصة مرة. يعني في تكنيك بده ينشغل عليه يكون مبدأه مزبوط ويقدر يحملها الواحد، يعني اكيد انه وزنه منه كتير تقيل. يعني شو هي هيدي التكنيك اللي عم نحكي عنها؟ يعني هلا هي عندها الوزن كمان توني في النفس الطويل. ايه، هلا هو النفس، نحن هذا التكنيك اللي عم نحكي عليه، انه كآلة نفخ لها تكنيك للنفس، لنرجلج نفسنا بشكل، يعني في تمارين خاصه نحن على منطقه الديافراغ بنشتغل عليها لتطلع الهواء يطلع مضغوط، يعني مش الهواء الطبيعي. يعني هيدي اشياء تمارين يعني متتابعه، بس منا شيء من المستحيل بيقدر الانسان انه يوصل لها. يعني وهيدي التمارين وقصه النفس يلي حكينا عنهم مفروض نحن كل يوم نتبع على هالتمارين. يعني طبعا طبعا، هلا بالمراحل الاولى هي تمارين النفس بالمراحل الاولى، يعني فتره اول 4 أو 5 سنين من الدراسه بدها تكون التمارين ماشي باراليل مع التمرين الآلي. بعدين بتصير شغله طبيعيه عند العازف. اوكي، يعني ببطل يفكر فيها. التركيز بيكون يمكن اكثر على النفس. خلص ببطل يفكر فيها، بتصير شيء ناتورال، يعني هو بياخذ نفسه وصار الطبيعي بهالطريقه. يعني بلشت العزف على آلة الجيتار. نعم. شو اللي صار لانتقلت على الساكسوفون؟ هي القصة مش انه شو اللي صار، هي آلة انا بحلم فيها هيدي، يعني من انا وصغير، و يعني برمت البرمين رجعت عليها، ما فيش انه شيء ما كان بدي اياه وصار، يعني انه هو كان من الاحلام اللي انا بحلم فيها يعني هيدي. بس يعني نادرا ما منلاقي بالدول العربية حدا موسيقي بيعزف على آلة الساكسوفون، يعني برا الساكسوفون ان اكثر. أكيد. ما بعرف، هي تعتبر آلة غربية يعني. بلادها برا، بلادها برا. مين هو الشخص اللي بيعزف على الساكسوفون من النجوم الكبار برا يلي بنحكي عربي ولا؟ لا، عالميا خلينا نحكي وبنرجع بننتقل عربيا. لا، في عندك مين عالمياً؟ هو اللي بتقول انه ما بيجي غيره ما بيتكرر؟ هلا انا مثلا بشوف بموضوع الجاز مثلا تشارلي باركر، هذا انه حدا اسطوره يعني على هالآلة، يعني الشغل اللي اشتغله لليوم كلهم بيجربوا يقلدوه يعني. وعندك عربي. على الشق العربي كمان المرحوم سمير سرور، كمان اللمحة اللي تركها تقريبا كل اللي بده يعزف شرقي مضطر انه يسمع له ليشوف الاداء تبعه. يعني هول انا بحسهم يعني كل العاسين بيتاثروا فيهم. قد ايه في اوريجيناليتي انه نعزف شرقي او ندخل الموسيقى الشرقيه من خلال الساكسوفون؟ هلا ليكي، بالشرقي نحن بنعني شغلتين، عندك الشرقي اللي هو ربع صوت، وعندك الروح الشرقيه، يعني في مثلا بتلاقي اغنيه عربي بس ما فيها ربع الصوت بس فيها الروح الشرقي. عرفت علي كيف؟ هلا الروح الشرقي بده يكون الواحد عنده هو النكهه لا يقدر يعطيها. اما قصه الربع صوت هيدا بده يصير شيء تكنيك، يعني مجهود شخصي للعازف من سمعه شوي من البوزيسيون. يعني هون بده يصير العامل الشخصي عم يشتغل، يعني هيدا صار هو احساس الشرقي اللي عم نحكي الربع صوت.
اما الروح الشرقي اللي هي بالمعزوف العربيه مثلا، في روح شرقي بده يعطيها الواحد ليحسس العالم انه عم يدق عربي يعني. هيدي الخبريه فينا نحسسهم نحن شو هي الروح اللي عم نحكي نحن جايين لنحسس ونسمع منك. اكيد بكتب اسمك يا حبيبي. يلا هيدي هلا مثل ما بتشوفيها معمولة عربي بيور عربي. أوكي. بس ما فيها أربع صوت يعني. أوكي. بس فيها روح الشرقي. بعده بضيافتنا عازف الساكسوفون توني بطرس، واكيد رح نسمع منه كمان مقطوعه موسيقيه. ولكن بدي اعرف منك توني، قد ايه بتوافقني الراي بالمقوله اللي عن جد بلبنان يعني بينحكى هيك، العازف الموسيقي بلبنان وبالعالم العربي ككل ما كثير بياخذ حقه، انت ما 100%؟ ما ليش؟ أكيد.
ما بعرف شو الأسباب الأساسية، أنا ما بعرفها، بس هذا شيء طبيعي اللي عم بتقولي إنه ما بياخد حقه، لأنه اليوم ما تأخذيني يعني بيوقف العازف اللي هو بيبقى دارس 10 سنين بالمعهد، والمشكلة إنه هو عم يرضى يوقف، أنا شخصيا ما بوقف ورا مطرب دارس أكثر من ميجر معين يعني اليوم بيجي المطرب تنعتبر أوكي الله خلقه صوته حلو بس ما عندوش دراسة موسيقية، هو بياخد رقم معين والموسيقي بياخد رقم جدا فارق يعني صحيح. بدك تشيلي منه 5 صفور قدام الرقم ايه ما بينحكى فيه لهيدا الرقم، فما بعرف هلا الموسيقي راضي وماشي القصة هيك يعني، بس الحال ما بعرف شو هو يعني اكيد، بس فيها المشكلة لا واضحة هي المشكلة طبعا. شو اللي بيميز عزفه لتوني؟ يعني معروف كل واحد بيضيف روحه على المقطوعة طبعاً. على المعزوفة يعني سمعنا أغاني مشهورة كتير بس كل واحد هيك عنده روحية. بصمته هلأ بالموسيقى يعني في شيء اسمه روح وخاصة بهاي الآلة أو آلات النفخ اللي هي بترتكز مباشرة على الروح المباشرة تبع الإنسان، يعني نفس الإنسان اللي روحه بتلمس هاي الآلة وبتترجم أبدا بتقرأ الروح، الآلة بتقرأ روحه للإنسان ما بعرف هلا هذا التميز أنا ما في أخبر عنه، بس إذا أنت سامع حدا بتقدر أنت تعطي رأيك أنا كيف وغيري كيف يعني أنا مثلاً بقول إنه أكيد كل إنسان عنده روحية بهالشيء صحيح، بس ما في أنا أعرف وين بالنسبة لغيري يعني. يعني ما بقدر أقول أساساً ما بعرف قديش مفروض نعمل مقارنة يعني يمكن كمان هون مش مسموح نفوت هالقد تفاصيل لأنه بس نحب فنان معين خلص منحب موسيقته منحب روحه وذات ست نقطة على السطر. إذا بدنا نحكي شوي عن العروضات يلي قدمتها توني عالمياً وعربياً هلا اكيد في جولات عربيه دائما بتصير وفي على صعيد لبنان كمان ضمن مهرجانات بلبنان كمان بيكون لي مشاركات فيها واكيد بالاضافه للحفلات الخاصه وللاعراس يعني عنا على طول اشياء تباعا يعني بتضلها ماشي يعني دولاب وماشي. بتختلف الريبرتوار عندك؟ هو طبعا ريبرتوار كبير وبالحفلات الخاصة وبالأعراس أكيد بيكون على اختيار العرسان أو أصحاب الحفلة بالمهرجانات والإشياء اللي هي أنا بتبقى على ذوقي أنا أكيد بيكون الاختيار لإلي أكيد الاختيار متنوع يعني مثل البوكيه بنبقى حاطين فيها من كل الورود لحتى نقدر نحصد أكثر عدد من العالم تحب يعني المحب هيدي بحب هاي إلا ما يقطف وردة من هالبوكيه كل الأزواق أكيد طبعا. ممكن كونسرت لحالك؟ هلا انا شخصيا انا اذا في حدا بيتبنى هيدا الشيء انا اكيد عندي جهوزيه كامله واكيد برحب 100%. ونحن منرحب فيك بعيون بيروت وبدنا نقول لك يعطيك الف الف عافيه وان شاء الله الموسيقى ياخذ حقه اكثر واكثر لانه كمان بيستاهل. هلا اذا ما اخذها بهالدنيا بياخذها بهالدنيا الثانيه بالدنيا الثانيه مكفوله يعني. بدنا نعزف كمان توني بطرس شيء على ذوقك ما بعرف شو بتختار لنا هيك ختاما لنهدي كل المشاهدين. انا بحس اذا بتحب شيء عربي هيك شوي صاخب نتفي اجواء يعني ويكند عم نحكي يلا بنبلش من هلا الويكند بنحميه من هلا طبعا يلا كلنا سمع واهلا وسهلا فيك اوكي ثانك يو.